أن الحب أعمى لم يقصد الحب بل المحبين الذين تعمي عاطفتهم وضوح الصورة. من عادة البعض العودة إلى الدفاتر القديمة رغم أن ما تركناه بالعقل لا يجوز أن نعود إليه بالعاطفة. هي نصيحة: توقفوا عن البحث عن السعادة في نفس المكان الذي فقدتوها فيه. فمن آذاكم أو جرحكم أو تخلى عنكم أو خذلكم لن يكون هو نفس الشخص الذي سيجبركم أو سيسعدكم مهما كنتم متعلقون فيه. هؤلاء صفحة تنزعونها ولا تقلبونها في كتاب حياتكم. عندما قالوا إن الحب أعمى لم يقصدوا الحب بل المحبين الذين تعمي عاطفتهم وضوح الصورة. من عادة البعض العودة إلى الدفاتر القديمة رغم أن ما تركناه بالعقل لا يجوز أن نعود إليه بالعاطفة. هي نصيحة: توقفوا عن البحث عن السعادة في نفس المكان الذي فقدتوها فيه. فمن آذاكم أو جرحكم أو تخلى عنكم أو خذلكم لن يكون هو نفس الشخص الذي سيجبركم أو سيسعدكم مهما كنتم متعلقون فيه. هؤلاء صفحة تنزعونها ولا تقلبونها في كتاب حياتكم.